الدب الأسود الأمريكي يمكن أن يصل طوله إلى أكثر من متر ونصف، ويزن 250 كيلوغراماً، ويتجول دون أن تتم ملاحظته، وذلك بفضل فروه الأسود الكثيف. يختفي ويقتفي آثار فريسته من الأعلى، تساعده مخالبه الحادة والمنحنية على التسلق والتأرجح. يتمتع الدب الأسود بحاسة شم حادة، إنها أقوى من حاسة شم كلب الصيد بعدة أضعاف، ويملك حاسة سمع ممتازة، إذ تزيد حاسة سمع البشر بمرتين. وعندما يرى فريسته يجري بسرعة 50 كيلومتر في الساعة، أي أسرع من عداء أولمبي. تتجول الدبابة السوداء الأمريكية من الجزء الشرقي لأمريكا الشمالية وشمالي المكسيك نحو الأعلى عبر أمريكا، بالإضافة إلى كندا. في العقد الماضي كان هنالك حوالي 25 حادثة مميتة متعلقة بالدبابة السوداء، وضمن المناطق المكتظة بالسكان تزداد عدد الحالات التي يلتقي فيها الدبابة السوداء مع البشر. حيث تتأقلم لتصبح تصرفاتها أكثر جرأة. تعمل حيوانات الإلكا جاهدة على حماية عجولها من الدبابة الجائعة. سيحتاج هذا العجل إلى أسابيع قبل أن تصبح قوائمه قوية للهروب من المفترسات. وعند الإحساس بالخطر تبتعد الأم عن عجلها لكي لا تكشف موقعه. الدب الرمادي. هذا الدب البني هو واحد من أكبر اللواحم البرية في أمريكا، حيث يصل وزنه إلى نصف طن وطوله إلى مترين ونصف، ويملك أيضا سلاحا ضمن ترسانته، حدبة كتفه. إنها مجموعة من العضلات المتصلة بكتفيه وقائمتيه الأماميتين. إن القوة التي تقدمها مفيدة عندما تحفر الدبابة الرمادية الأرض بحثاً عن الجذور، أو عندما تقاتل من أجل الطعام أو الإناث، ومن أجل الفرائس الكبيرة. هذه الثدييات الضخمة تجولت عبر الأقاليم الجبلية ضمن الجزء الغربي للقارة، أي ألاسكا وكندا، لكن التعدي البشري قام بتقليل مناطق تواجد الدب الرمادي وأعداده في أمريكا. هناك حالياً حوالي 1000 دب رمادي، ويتجولون ضمن المحميات الوطنية العامة. تقوم الدبابة الأم بالتصرف بعدوانية في حال أحست بالخطر يهدد صغارها الضعفاء. لكن عندما يزول التهديد غالباً ما تختفي في البراري. إن دب كودياك هو دب رمادي عملاق، طول الذكور منها متران ونصف عندما تقف، ووزنها 300 كيلوغرام. وتستطيع الجري بسرعة 45 كيلومترا لمسافة 500 متر خلال 6 ثوان. إن كفها أكبر من وجه رجل، ومخالبها المنحنية حادة كالأسنان، حيث تستطيع تقطيع حيوان بلحظات.
تعتمد هذه الدبابة على مصادر دورية من الطعام للبقاء على قيد الحياة. وفي الصيف تسعى الدبابة للحصول على وجبات صغيرة ومهمة. التوت البري. وفي الخريف تجتمع بجانب الجداول منتظرة أسماك السالمون خلال عودتها من هجرتها. ولكن عندما يتغير المناخ مسببا موت المحاصيل وجفاف الأنهار، تسعى هذه الدبابة الجائعة إلى أي طعام إضافي تجده. في مكان آخر من العالم وعلى مسافة من الدب الرمادي يعيش قريبه، والذي يعتبر من أكبر اللواحم البرية في العالم. إن ملك القطب الشمالي هو أكبر الدبابات في العالم. قد يصل وزن الذكور البالغة إلى الطن. وتقف لتصل إلى أكثر من 3 أمتار. على الرغم من حجمها فهي سريعة. يستطيع الدب القطبي أن يعدو بسرعة 40 كيلومتراً على اليابسة، ويسبح بسرعة 9 كيلومترات تحت الماء. تشبه أسنان الدب القطبي أسنان الأسود أو النمور أكثر من أسنان الدبابة الرمادية. إنها لتمزيق اللحم وليست للنباتات، وكذلك مقالبها. يستطيع الدب القطبي تحديد موقع طريدته من 30 كيلومتراً. أما وجبتها الأساسية فهي تتكون من أسود البحر. توجد الدبابة القطبية ضمن جماعات في القطب المتجمد الشمالي، ألاسكا، كندا، روسيا، غرينلاند، والنرويج. تعتمد على البحر المتجمد لصيد طعامها الغني بالسعرات الحرارية للحفاظ على حياتها. لكن سبب الاحتباس الحراري نتيجة ازدياد غاز ثاني أكسيد الكربون ذوبان الجليد في وقت مبكر، وأصبح يحتاج وقتا أطول ليتجمد. لذا فقد أصبحت الدبابة تقضي وقتا أطول على اليابسة تبحث عن طريدتها في أي مكان تستطيع الوصول إليه. تشيرشل، كندا. كل خريف يجتمع الآلاف من الدبابة القطبية هنا تحسباً لموجة الصقيع الأولى. لذا فقد حازت هذه البلدة الصغيرة على لقب عاصمة الدب القطبي. إن إحدى مكامن الجمال في تشيرشل هي بيئتها الطبيعية. زارت إيرن التي أصلها من مونتريال تشيرشل لأول مرة عام 2012 للعمل كنادلة خلال موسم الدبابة القطبية. في السنة الثانية شاء القدر أن تقترب إيرن بشكل شخصي من مفترس البلدة الشهير أثناء عودتها إلى المنزل من حفلة مع أصدقائها. كان مدخل منزل الرجل. كان يجب علي أن أدخل المنزل وركضت باتجاهه، لكنني وقفت مباشرة وتابعت الجري. أثناء وجودي بالداخل كان هنالك الكثير من الطلقات النارية. قلت لها أنه تمت مهاجمتي من قبل دب. قالت حسناً، نحتاج أن ندخلك الحمام. ثم أخبرتني أنها ممرضة وأنه علي الوثوق بها. لفت المرأة منشفة حول رأس إيرين أثناء انتظارهما لسيارة الإسعاف. بعدها بقليل بدأت فوضى إطلاق النار والصراخ في الخارج. كانت تكلفة جراح إيرين الطبية أكثر من 13,000 دولار، لكن بقي حبها للدبابة ولمدينة تشيرشل كما هو سابقاً. أحد أول أسئلتي كان هل الدب بخير؟ علمت لاحقاً بأنه لم يمت الدب الذي هاجمني فحسب لسوء الحظ، قد قتل دب آخر ذاك المساء. نعيش في بلدة حيث هنالك احتمال لقدوم الدبابة القطبية إلى البلدة، وهذا هو جزء من سحر مدينة تشيرشل والذي يملكه سكانها. إن آخر الدبابة الناجية حول العالم تقاتل مضحية بحياتها كردة فعل لتهديدات البشر على بقاء نوعها. وخلال تغير كوكبنا تقاوم مفترسات العالم لاستعادة
ما كان يعتبر في بادئ الأمر من البراري.